السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب وشلونكم اصحابي وشلونكم مشاهدين الفيوز وهذا. هذا عندي صاحبي عبد الرحيم موجود معنا اليوم، هو اهم مشق الفيديو. روحوا على قناته تقدرون تشوفون اسمه ويليام اوفتن، هذا اللي مسوي معاه كولاب. روحوا عند قناته طقوا مشاهده ولايك عنده، والله هذا اسطوري. تبي تقول لهم على شيء عبد الامير قبل ما نبدي؟ اشتركوا بالقناه ولايك سبسكرايب يلا شير ثاني عشان ضدنا لا يهزوننا. خلينا نحط بدون بنايه. عبد الامير عندي فكره، ايش رايك نستخدم بس اس ام جي؟ بس اس ام جي؟ بس اس ام جي بدون شوت جن ولا شيء. وياك يلا. هذا ايش متكسر؟ بعدين الفيديوهات الثانية تبي نستخدم بس وبعدها رشاش؟ يلا عادي اي شيء. يلا وين تبي ننزل؟ اروح اوميجا سيتي. هذا اسمها ميجا بس اوميجا يحسسني فيزياء، وهذا اوميجا وهذا اوكي فيزياء. رضانا ولك اخر جيم كان ما في احد هني في الجيش العرب هني الحين مكالمة روس. تا 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 في واحد دخل على في واحد دخل ويانا دور اس ام جي قبل لا يصيدنا. الله يخليكم اس ام جي ما ابي شوت جن. اوه يمي يمي لقيت اس ام جي لقيت اس ام جي يبي عندي يبي عندي اهزه تو ورا وراي طقيت طقيت عنده اس ام جي ما عنده خر عليه الى يوم راح يكون شوي. احنا يعني حتكون متروسين بالهيلو هذا بس هذا كل الاسلحة حتكون خرا شديد. لقيت صندوق هنا يا دمير شرف اس ام جي في صندوق هم بالبيت الثاني وهذا لقيت شوت جن شديد وسواس ما اقدر ادخل الغرفة في صندوق هنا يا شوف اوه ما يعتبر اس ام جي صح؟ ما يعتبر ما يعتبر تعرف شنو باخذ هذا؟ بعرف ليش اخر جيم اخر جيم ما اعطونا اسلحه يعني شي قويه لان ذبحنا ناس بس الجيم هذا احنا بس حاطين اس ام جي ولك اسلحه قويه. رشاش اسمع صندوق هني فوق 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 ايه رشاش يا مسكين عبد الامير مسكين قاعد مع الناس قاعد هاو شغل ايه واحنا قاعدين هنا نو لقيت لك اس ام جي تعال تعال وينك وينك قول له اس ام جي ثاني بعد ما شاء الله اول ما جينا الغرفه هذه الاس ام جي احلامنا بالاس ام جي يو الغرفه الاسطوريه يلا يلا هاك في درع هني في اعطيته في واحد هني في واحد هني راح ركب السيارة انحش يلا لقيت اس ام جي ثاني هني واس ام جي بعد اسمع الفايل هذا تدس الاشعار الالعاب الناريه اللي هو فليرجن فليرجن يصير استعمل عادي على اي هذا الاساس جادجت ما حن يعني نستخدمه نذبح اللي ضدنا يساعدنا نوريهم مكان موجود. والله نبي اس ام جي ذهبي يلا
الجيم اللي طاف طلع لي اسم جي بنفسجي. اي بعدين طقوك طق الله يرحمك بعد تيم وراك وهذا يا تترد مني تيم وراك وهذا شقوك شق فلك مسكين انت كنت. انا ليش هبي اهجم عليهم حتى الله يهديني والله. انا رايح تبي والله شو مشيتك الى الاحمدين واو مت. شيكم واحد امير شيكم ولك واحد فوقك ذبحت واحد ثاني لا والله ما كان خيره ذبحني الثرد والله حرام. المهم ريدي ولا يا ريدي شتين نلعب الحين ريدي هنلعب بس رشاشات لا هذا فيديو ثاني فيديو ثاني في فيديو حق بس السلاح هذا وهذا صدقني حصل فيديو وايد تشوف عناد هني شوف سمجيات وايد عناد بعد ما متنا هذا اللي يقولش بس هذا يعني هذا عندهم شنو هذا ما عطانا شيء كنت بكحت ريات بالغلط الكحة صارت التريعة نص الجيم ما عطانا SMG واحنا نص الزون اوه انا مستخدم البيكاكس عشان نذبحهم بلي ما دام عندنا جون سينا معنا ما حنخسر اي جون سينا زين ذكرتني تعال باري كاتيدل والله انا كاتيدل انا حريف بالانجليزي حتى انا ما اعرف هذا شلون اقول شفت اتعلم من العربي اسمها بالعربي المعقل بس سهله انا ضايف تبيني اقولها بالانجليزي كاتيدل ما يشل اسمها اليوم اذا القنبله يصير انا ميت انا بغيت اموت طحت بعد قنبلة تبي تستخدم مفتاح قنابل مو اي شيء هذا الجادجت مو اسلحة ولا شلون انزل هني انا بعد لقيت اسمجي نص دمي راح انا نزلت نفس المكان اللي انت طحت بس انا بدمت تزكت بالطوفة ما اخذت الدمج القنبلة يصير بس انا ميت نص دمي راح انا وين امكانياتهم هذيل ولا طقيت هذه المكان Are you sure about that? في صندوق ذهبي هني بالغرفة هذه أساسا. صدق. الله أدر. تعال بجمع عدنا. هاك. SMG هناك. شيء عناد بالصندوق الذهبي شنو يطلع لك؟ يطلع لك شيء رشاش سكار أي شيء. ولا صح السكار شالوه. مو سكار يعني شيء مثل سكار. اي والله كان صندوق ذهبي قلت انت بعد قلت يطلع لك لو طال لو قايل مليون احسن يلا في واحد كنا جاي هني هذا تحت الارض هذا خليني اعرف امكانياته معك شنو الغرفة اللي تصعد فوق الدرج فيها؟ في واحد عندي تفهم ما عندي اسلحة انا حطيت لك مكان SMG بعد هكاك SMG هناك شي عناد بالصندوق يطلع ايوه الى الاحمدي ذبحته بالفلير جن انا ما ادري اذا هذا تنحسب بس يلا خليها خليه هو اصلا جادجت يعتبر صح بس قوي ترى اذا مت 60 الطلقه الواحده اذا جبتها عليه اذا مت 60 يلا هذا الشوت جن مالنا عيب
تعال هني تعال هني. بس شنو هذا؟ شنو؟ شوف اعطوني شيء حصل سلاح بس المثك. شوف بصدقك يلا شلون نبي ناخذ هذه يفيدنا اذا يدنا نلعب بس بالبستل. اي شايف فيديو ثاني بس يلا نخلي اخر شيء رشاش اخر شيء سنايبر. ولا سلاح شنو هذا؟ اكاك الدرع هاي سلاح ما بقى لي طلقتين بهذا. اسمع ناس يطقون هناك يا اخي هاك هيل هاك بس نشوف الصندوق هذا تبي نروح عند الناس اللي يطقون و ضرب مش ابين نروح عند هذول اللي يطقون. وينك انت نزلت تحت؟ ايه لقيت لقيت انا بشوف هالبيت اذا فيه اس ام جي ولا لا. انا بقط قنابل من بعيد ويا رب تطقهم. وهذا ويا كل رشاش يا اخي ما عندي سلاح. عندي واحد انت وين اس ام جيك يا ولد؟ بدل ما عندي اس ام جي شاين قدي شاين قدي اسم جي هناك شي عناد بالصيف. يا رب مع اسم جي اي مع اسم جي جزر لقيت اسم جي لقيت اسم جي يلا زين انا ماشي مع اسم جيين الوقت كامل قاعد اقول لك في اسم جي هم من داخل الغرفة وانت ما راح تخليته بعد ما كنت ادري ما سمعتك. كلب بوليسي شوف شنو لقيت شنو هذا ابي اشوف في بيت في بيت في بيت تعال تعال خذ هذا الخوف. اوه يا عم غربت غربت مو بس كسرت البيت نص دم نص دم ديناصوري راح بسبتك نص دم شي مسكين ولك اول ما طلع خوف سوى طلع من البيضة نص دمه راح ليش؟ زرخت والثاني مات الله يرحمه. شياي بتهاوش وياك انزلي انزلي بالهدة يا ديناصور. خوش ثلاث كلات اللي انت ذبحتهم والله قوية بس يعني مو اقوى من ذبحتك بالبستل هذاك ابوه الفينو شرارة قوية. طيب شو يضحك اكثر شيء؟ شو اللي ضحك؟ انا من شاشتي يسبوها بالضبط. هاك 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 هذولي عشان تهيئ شلدك بشاشتي يسبوها بالضبط. ناخذ هاي هاي تنفع هاك انت خذ لك واحدة من هذين. طيب عطني اسوي سبلت هاي very boring minutes later. ليش قاعد يمع وانا انسان ناسي ان اسمه زيرو بلد ولا اسم جي ما في ولا اسم جي ما في. شوف عطونا ثرمر دي ام ار بعد والله هذه تنفع. طيب نقدر نركب بهذا ما يصير ما يصير حسافه ما نسوى ماينكرافت ماينكرافت نزلوا جمل جمل عارف انا الجمل عارفه يتفل عليك. لا لا مو لامه مو لامه جمل جمل كامل كامل جمل مو لامه ولا شنو؟ لا لا غير غير لامه غير الجمل غير. شفت شفت هذا شفت هذا تعال تعال شفت هذا تمسكه تطقه كذي
وانت واقف فوق اشوف شو يصير. كابوم يطيرني. شنو في واحد هنا؟ لا لا هذا رئيس العرب يا اخي. لا لا شفت فراشه قاعد تمشي على بال الانسان. اتوقع صدق انه كان في واحد هنا. بس الستة قنابل من بداية الجيم موجودين ولحين ما استعملتهم. كنت قاعد تستخدم هذاك ال الناري غمبل. الفلم ثراور فلم ثراور. ثراور حد يعلننا. تحرقهم. ال شنو اسمه؟ نسيت والله شنو اسمه. خلينا نهد على سامي ونروح عند ندورنا يلا. وين الناس بعد؟ باقي 19 بالزون كذي بعد. ايام قبل فورنايت الزون لما كان كذي كان احنا في 67 واحد. قول بعد احنا ما نذبح يعني ما نروح نهجم على بعض على سيده قبل سيزون 1. انت تلعب سيزون 1؟ ايه شابتر 1. ايه انا العب سيزون 4 سيزون 5 شابتر 1. أي. يوسف اتوقع شابتر سيزون شابتر 1 سيزون 3 و 4 صح؟ اتوقع هو هم من سيزون 2 قال هو كان هو اتوقع يا على نهايه سيزون 2. هو اسمع انا صح العب سيزون 5 بس عندي سكن سيزون 4 شلون لا تسالني بس هذا السكن بلس جوردن في واحد نايكي جوردن نايكي شكو نايكي جوردن الازرق كذي اي هذا اللي قاعد اصنعه حن ورا الجيمر يا ورا الجيم ايوه وات واز ذات هذا انا احب افتشه ما احب طقه ما ادري ليش ما ادري ليش طقه عندي مهم نخش بالشجر كيك كيك درع مكسور هجوم هجوم العرب يلا دمي دمي ترى دمي شوي انا هذا منخش منخش لا تشوف هذا وين منخش دونت دو ات ايم افريد كان منخش ورا هني اوكي هيل كان خش ورا هني يا هيل انا بهيل شنو هذا ولا اس ام جي قوي بس اس ام جي الله لقيت هذا اللي خليني اختفي اخليهم صدق يو كان سي مي يو كان سي مي شنو جون سينا يقول حق واحد ما 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 يقدر يطالع يو كان سي مي يو كان سي مي يو كان سي مي كان يو نو مساكين اللي ما قاعد يطالع مع علامة مع علامة التعجب كان يو كان يو حاول شوي من بعد في واحد هنا قاعد يكسر معانا يا شيخ بس احنا نكسر هذه والله ما تسب والله ما تسب ما ضريت ضربات بوت اوكي شفت هو قاعد يكسر قاعد يقول كسر يا شيخ بس احنا يا اخي هذا دمجني وايد ذبحته ذبحته الشق المصير القط الاسد هذا انا مسميه البزون الصيفي يلعن بيك ولك خرعني ظنيت خلاص عندنا مبنى ما اتوقع لازم نهجمهم هم عندهم رشاشات احنا اسم جيات اي والله ليش احنا قاعد نهجم خلنا نرجع ارحب الى الاحمدي من عم بريفك ولك من وين قيطك عن خيره ايه ما هذا شنو هذا روبوت ولا انسان عنده انبوت سويت يلا عشان نقدر نصعد فوق ولك ما عندنا انا اصلا مالي ما ادري وين اختفى ما استعملت اختفى من ما ادري انا قطيته بالغلط او شيء لك خلنا نحش خرا على هذه اوكي ايمه هذا مع رشاش ولك كان موخر عنا الجيم كامل خليه ننطر على محل يذبحونا
هيك خلينا نروح نصعد فوق المبنى هذا. خلنا نصعد. شلون اشرت عليه انت؟ ما ادري اني صرت اشرح عليه انت. عشان لو في رفت في رفت. شوف هذا يستخدمها الى واحد تقول مو صح لما تقول حق واحد من تيمك ان هذا ضدك هناك. تقول يمينك ويسارك. تقول هناك تحط الاشاره. قال وين هناك؟ قال انا شوف العلامه اللي انا حاط لك اياها وبعدين تقول. لحظه في ناس. في ناس قاعد يمشون بعد. ولك في رابر هنا. في واحد داخل البيت. في واحد داخل البيت. هذا روبوت. وين قاعد يركب؟ ولك نط. ولك نط. لقيت. ها؟ ولك الروبوت نط. اللانش باد. مو باللانش باد. لقيت. لقيت الفاير وورك هذا ما شنو نسيت شنو اسمه فلير جن. اي فلير جن. ايه لقيت انا اعلمهم الحين تعلمهم منو من عمهم. اي جون سينا في واحد ثاني هنا سوى رسمه. اتوقع هذا اللي كان يطقنا. اتوقع هو بس الوحيد اللي كان هناك. ولك هده خل اروح عند الزون. اشوف الطيور اللي موجودين على يميني. شنو؟ في طيور موجودين يطيرون بعد. ما شفتهم؟ كان في طيور جيش كامل يطيرون. جيش كامل طير. حطوا طيور ما ادري. ادمير يا عبد المير. سوادني يلا عندنا الهاي جراوند. مو بس عندنا الزون عندنا الهاي جراوند. سوفر انا واسم جي اللي ما يفيد بالهاي جراوند. شوف المسافه بين هما تحت واحنا فوق مو سيئه بس يعني مو يعني زينه بس صدقني يعني هذا ايه هذاك المأيم يذبحنا. شوف فيه واحد مات هناك لك يعطينا احسن انبوت. في ناس هناك كيف تسوي شلون؟ يلا خلاص ايش في انا كل ما اشوف واحد قاعد يطق اتحمس اروح له. والله صدق هذا وانت صغير لما اول ما تشوف ابوك يبطل باب البيت. شلونك كيفك شو اخبارك تعال بيلعب معك سوني. ابي العب معاك فيفا او اي لعبه ثانيه انت تلعبها مع ابوك. كم 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 وح وح هني عليك هني عليك ابطل براين ذبحته. لقيت الميم ارحب انا ايمي احسن مني. ايه لك طقيته طق انا ميم احسن مني. شوف شاتجن مثلك رشاش مثلك ما ادري شو طلع لي هذا سمجي ذهبي. دعوه سمجي ايه سمجي ذهبي سوا. في تيم عندهم بوت 14 رجع على يزرهم. واحد يموت فنشة انا دمي شوية ترى. هيل بوت ينفع وايد. فنشة اذا ذبحنا هذا الروبوتات حيهدون. يموت طلع مكسور. مات انت عندك درع ولا لا؟ لا في واحد قاعد يدمجني وينك عشان قلت لك درع. انت تبي مدكت؟ عندي باندج. يا طق ايزي بيزي لمن سكويزي بالمانجا والكنافة. كنافة والمانجا. كنافة بالمانجا. هي الاستاذ الكيمياء.
لا 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 وين تيما؟ ولا تيما هدا؟ ما أدري وين. كوكو أروح كوكو. أيوة كوكو كوفو. فزنا على ديمير والله إيزي هذيل. أسطورة. والله هذيل إيزي. فزنا. والله مشكور على طلع الفيديو شباب. والله الفيديو كان حلو. فزنا بس بالاسم جي. احنا جايين بس على اخر جيم اسم جي ذهبي. ما اعطونا شيء الا هذا. يلا مشكورين على الفيديو. طلعوا الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب على قناتي وقناة عبد الامير. قناة اسمها ويليام اوفتن. يلا بالتوفيق شباب. يلا مع السلامة.